بسم الله الرحمن الرحیم. دعائے حفاظت جان و مال. جو شخص بھی اس دعا کو صبح شام پڑھتا رہے اللہ تعالی اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی پوری فیملی اللہ تعالی کی حفظ و امان میں آ جاتی ہے، اللہ تعالی کے نورانی فرشتے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں جس گھر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالی کی امان میں آ جاتی ہے، ہر چیز اللہ تعالی اپنے قبضہ قدرت میں لے لیتا ہے. اللہ تعالی اس دعا کے صدقے ہر قسم کے نقصان سے، شیاطین کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب، الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب، وأسأله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر. اللهم إني أسألك الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعلني فرجا ومخرجا وارزقني خيرا من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، بحق محمد وآل محمد. الله الله ربي الرحمن الرحيم، لا أشرك به شيئا، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني مما أنا فيه. الحمد لله الذي خلقنا من نوره بيده، واصطفانا من بريته، وجعلنا أمناه على خلقه ووحيه، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إني أسألك العافية والشكر العافية، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أعيذ نفسي برب الأرض ورب السماء، أعيذ نفسي بالذي لا يضر مع اسمه داء، أعيذ نفسي بالذي اسمه بركة وشفاء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إنا
جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأسأله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر اللهم إني أسألك الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعلني فرجا ومخرجا وارزقني خيرا من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد الله الله ربي الرحمن الرحيم لا أشرك به شيئا يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني مما أنا فيه الحمد لله الذي خلقنا من نوره بيده واصطفانا من بريته وجعلنا أمناه على خلقه ووحيه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني أسألك العافية والشكر العافية لا إله إلا الله.
الملك الحق المبين. أعيز نفسي برب الأرض ورب السماء، أعيز نفسي بالذي لا يضر مع اسمه داء، أعيز نفسي بالذي اسمه بركة وشفاء. اللهم صل على فاطمة وأبيها، فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. آمنت بالله صدق الله العظيم.